كنت مأكدة إذا ما رح رد عليك على التليفون رح تجي. لكن ردي. بنت بملعب المدرسة عم تلعب على البسكليت. كيف بتتركي بنت صغيرة تلعب لوحدها بملعب المدرسة؟ الملعب مسكر بابا. لو كان هيدي طفلة معودة تلعب بملعب المدرسة. هيدا كل عالمها، هيدا البيت وهيدي المدرسة. أختك سولانج عندك؟ شو بدها تعمل سولانج عندي؟ عم نفتش عليها. صار في مشكل صغير بالبيت وفلت بالسيارة وما عم ترد على التليفون. صراحة فكرناها إيش لعندك. ما إجت لعندي. خايفين إنه تكون عملت بحالها شيء. شو؟ ليش مجربة تعمل بحالها شيء من قبل؟ لا ما هيك. بس الحوار كان قاسي شوي. أختك ما تحملت. صارت تحكي حكي بلا طعمة. قال هي ما بقى بدها تعيش. وهيك اخبار. بابا اقعد ارتاح شوي. ارتاح؟ ارتاح؟ بنتي سولانج ضايعة ويمكن صحتها تخطر. بتقلي ارتاح؟ اه؟ انت اذا بنت من بناتك ضايعة وبخطر ما بترتاح؟ لا ما برتاح. بس عم جربي تلطشيني. أنا من وقت ما خبرونا إنه أمك مريضة مش مرتاح ولا نهار ولا ليلة نايم مثل العالم والناس. ليش عم طلع فيها هيك؟ إيه؟ أنا بيك الحنون اللي رباكم بالدلع والغنج. وإذا ما قبلت إنك تجيبي ولد بالحرام مش يعني بطلت تكون بيك الحنون. أنا بنتي مش بنت حرام. هلا مش وقته هذا الحكي. خلينا نفكر كيف بدنا نلاقي سولانج. جايين بعد كل هالسنين فتشوا على سولانج عندي هون بالبيت. من هداك اليوم انا ما لمحتها الا لما اجت تشمت فيي وتسمعني ابشع حكي. جيتوا على المطرح الغلط. سولانج ما بتقعد هون. بتقرف. هلا صار قلبك قاسي على اختك؟ اوعى تجرب تستفزني بهالحكي. ما جربت أوطب علي. أوطب عليكي؟ شو هالحكي الزقائي هيدا؟ شفت؟ بنتك صارت زقائية، تشيب. بس على القليلة ما بفكر انتحر. هيدي أختك اللي عم تحكي عليها. وهيدي بنتك اللي عم تقول عنها زقائية. رأى ما بعرف. شو بيك؟ رد؟ ألو؟ أي نعم. ايه صحيح، رقمي مبين كثير عندها لانه دقيت لها شي 100 مرة وما ردت. أنا خيي حضرتك مين؟ وسولانج وين؟ كيف؟ أيمتى؟ أنتوا وين هلا؟ أوكي، بس هو جايين لعندك، بدنا 40 دقيقة لأن نحن شوي بعاد، بليز، بليز اهتموا فيه قد ما فيكم نحن جايين. شو بقى أختك؟ سولانج جربت تنتحر بالبحر لو ما شافها صياد وطلع. ما عليك ولا على سولانج، علي أنا.
أنا ربيتكم ناس قاسيين حجار علي. أنا ما عرفت أحميكم. قوم امشي عند أختك.